حدث إكسبو 2020 في دبي يعتبر لأول مرة يستضاف هذا الحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو حدث طبعا عالمي ليس فقط لدبي ولكن لدولة الإمارات والمنطقة بشكل كامل. طبعا عملية النقل والتنقل والمواصلات هي تعتبر من العناصر الأساسية لإنجاح أي حدث. معرض إكسبو له خصوصية طبعاً لأهميته، ومثل ما ذكرنا أول مرة يقام استضافته في إمارة دبي ودولة الإمارات وأيضاً في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. قامت الهيئة طبعاً بوضع منظومة لمجموعة من المشاريع الهامة جداً بلغ عددها 15 مشروع في مجالات مختلفة، منها البنية التحتية ومنها التجهيز لوسائل المواصلات المختلفة لخدمة الحدث. المشاريع هذه 15 تكلفتها الإجمالية زاد عن 15 مليار درهم. أهمهم طبعا مشروع مسار 2020 اللي هو تمديد خط مترو دبي من محطة جبل علي إلى بوابة إكسبو طبعا، وهذا المشروع طبعا كان من أكبر مشروع وأكبر تحدي في إنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد. أيضا حزمة كبيرة من مشاريع الطرق، المداخل والمخارج والجسور اللي تخدم أيضا الزوار القادمين إلى المعرض من خلال مركباتهم الخاصة. كما استثمرت الهيئة طبعا في مجموعة 50 قطار أيضا لخدمة الخط الجديد. أكثر من 200 حافلة عامة تم توفيرها للزوار اللي حابين يعني يوصلون للمعرض من خلال الحافلات. هذه الحافلات طبعا تخدم الزوار من 18 محطة في إمارة دبي وأيضا خارج إمارة دبي. المشاريع المهمة أيضاً اللي تخدم المعرض هو إنشاء مركز للتحكم المروري موجود حالياً في منطقة البرشة جنوب. هذا المركز يتحكم في جميع الإشارات المرورية ويتحكم في حركة المرور وانسيابية الحركة عن بعد منطقة إكسبو والمناطق المحيطة بها كذلك. نحن نعتبر دورنا دور أساسي. هناك يعني وسائل مواصلات وتنقل متعددة قدمتها الهيئة، تركت حرية الاختيار للمتعامل أن يختار الوسيلة اللي تناسبه. هناك المترو طبعا مثل ما ذكرنا، هناك الحافلات العامة أيضا للناس اللي حابين يوصلون للمعرض بمركباتهم الخاصة. قدمت الهيئة أيضا خدمة حافلات المواقف اللي توصل الزائر من موقف السيارات الخاصة إلى البوابات الرئيسية، فهذه الحافلات تمر يعني بحد أقصى كل 5 دقائق وتشيل الزوار من المواقف إلى البوابات الرئيسية. هذا معرض كبير جدا، معرض عالمي متوقع فيه زيارة يعني ملايين من الزوار خلال 6 أشهر. ما في أي جهة ولا أي مدينة تقدر تنظم معرض بمستوى جودة عالي بانفراد أو بعمل يعني فردي، لابد أن العمل يكون جماعي. نحن طبعا مثل ما ذكرنا متواجدين في المركز الرئيسي لإدارة حدث إكسبو في مقر إكسبو، موجودين بفريق كامل يراقب على مدار الساعة جميع الوسائل والخدمات اللي تقدم الهيئة اللي ذكرناها، سواء كانت الحافلات أو كانت المترو أو الحركة المرورية أو المواقف وغيرها. يعني نحن ندير أيضا حوالي 25,000 موقف المواقف مركبات الخاصة في إكسبو. هذا المركز نتعاون في إدارة الحدث مع الإخوة في إكسبو ومكتب إكسبو وكذلك الإخوة في شرطة دبي وجميع الجهات الحكومية. أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، طبعا هناك أيضا مساهمة كبيرة من شركات القطاع الخاص في دعم الحدث. في مجموعة من الشركات العالمية والمحلية اللي تشتغل تحت مظلة هيئة الطرق والمواصلات لتقديم الخدمات اللي ذكرناها. أولهم طبعا شركة كيولس اللي هي الشركة اللي الآن تدير عمليات مترو دبي،
فهي الشركة اللي يعني تشتغل تحت مظلة الهيئة في إدارة عمليات المترو. هناك أيضا مجموعة من الشركات تدير وسائل مركبات الأجرة، شركة كريم أيضا تساهم في تنظيم الحركة التنقل في المعرض من خلال ثلاث خدمات رئيسية، هي تقدم خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة، أيضا خدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الليموزين، وكذلك خدمة الدراجات الهوائية المشتركة، أيضا من خدمات المهمة صراحة اللي يستخدمها الزوار داخل المعرض للتنقل ما بين الأجنحة وبين البوابات المختلفة. فهناك يعني مساهمة كبيرة صراحة من القطاع الخاص، نحن نفتخر بهذه المساهمة، لأن مثل ما ذكرنا العمل الجماعي بين القطاع الحكومي بين القطاع الخاص هو سر نجاح هذا المعرض إلى الآن. نحن دورنا مثل ما ذكرنا الأساسي في عملية التنقل، ولكن مع ذلك نحن نوفر أيضا معلومات كثيرة للزوار المعرض اللي يعتبر يعني كثير منهم أو نسبة كبيرة منهم يعتبرون من السياح القادمين من خارج الدولة، من خلال معلومات مفيدة ومهمة نوفرها لهم في مركبات الأجرة على متن الحافلات وغيرها عن الأماكن اللي ممكن أيضا زيارتها أثناء وجودهم في معرض إكسبو. فهذه فرصة لنا في احتكاكنا مع سياح قادمين من خارج الدولة أن نبرز الجانب الثقافي والجانب أيضا السياحي أيضا لإمارة دبي من خلال وسائل المواصلات اللي نقدمها. عام 50 عام استثنائي لدولة الإمارات، عام يعني تنقل ما بين الماضي والمستقبل، وطبعا الدولة احتفلت بالخمسين سنة الماضية، ولكن في نفس السياق أيضا يعني وضحت تطلعاتها للخمسين سنة القادمة، وهي أن دولة الإمارات تكون مميزة وتكون رقم واحد في جميع المجالات. هذا تحدي كبير، لأن التنقل والنقل والمواصلات في دولة الإمارات يعتبر حديث يعني مقارنة مع الدول الأخرى. هناك تطور كبير في الخمسين سنة الماضية من الوسائل التقليدية اللي كانت موجودة سابقاً إلى الوسائل العصرية والحديثة اللي نشوفها اليوم، مترو بدون سائق، حافلات يعني بأفضل المواصفات العالمية، مركبات أجرة تستخدم من خلال الحجز الإلكتروني وغيرها. ولكن هذه فقط البداية، يعني نحن إذا بنواكب تطلعات الدولة للمرحلة القادمة لابد أن المواصلات العامة أيضا ترتقي إلى المستويات العالمية، تفوق أيضا ما هو موجود في الدول والمدن الأخرى. نرى مستقبل حقيقة في التنقل المشترك، فعلى مستوى العالم يعني اتضح أن الناس مستعدة أنها ما تستثمر في شراء سيارات خاصة بينما تستخدم وسائل المواصلات وكذلك التنقل المشترك. استثمارنا حقيقة في هذا التوجه بيستمر في الفترة القادمة لتوفير عدد أكبر من وسائل التنقل المشترك اللي هي موجودة الآن في دبي، مثل مركبات الأجرة وتأجير مركبات بالساعات وأيضا خدمة الحافلة تحت الطلب والحافلات العامة والمترو وغيرها من الوسائل اللي تعتبر مواصلات أو تنقل مشترك، ولكن بيكون في استثمار أكبر في هذا الجانب، لأن من المتوقع أن يعني كل ما زادت هذه الوسائل وكل ما ترابطت مع بعض وكل ما كانت سهلة الاستخدام وأسعارها في متناول الجميع، كل ما يعني نتوقع أن الناس تترك مركباتها الخاصة وتبدأ يعني تستخدم هذه الوسائل بشكل أكبر. هدفنا من الأساس كان أن نحن نخدم كل زوار المعرض بغض النظر عن الوسيلة اللي هم يحبون أنهم يستخدمونها للوصول إلى المعرض. مجموعة المواصلات المختلفة اللي نقدمها هدفها أن الناس يكون عندهم حرية الاختيار للوسائل المختلفة. ترابط هذه الخدمات في بعضها البعض أيضا مهم جدا، على سبيل المثال يعني ترابط الحافلات العامة بمحطات المترو كذلك للزوار اللي يعني ممكن يصعب لهم وصول المباشر لمحطات المترو، فبإمكانهم يستخدمون الحافلات للوصول لمحطات المترو من ثم طبعا استخدام المترو للوصول إلى المعرض. أيضا مثل ما ذكرنا نحن ما نسينا مستخدمي المركبات الخاصة، نحن دورنا كأرتي طبعا التنقل ليس فقط المواصلات العامة،
فالمشاريع الضخمة اللي استثمرنا فيها أكثر من 3 مليار درهم في تسهيل عملية الوصول إلى المعرض من خلال المركبات الخاصة، مثل ما ذكرنا في أزحم الأيام ما رأينا أبداً أي نوع من الازدحام، هذا دليل على يعني حسن التخطيط وحسن التنفيذ وأيضاً حسن التعاون ما بين RTA وبين الجهات الحكومية الأخرى اللي تدير الحدث. وفرنا أيضاً مثل ما ذكرنا 25,000 موقف للزوار من خلال مركباتهم الخاصة، وأيضاً حافلات نقل يعني تصل ما بين مواقف المركبات الخاصة والبوابات الرئيسية. فإلى الآن الحمد لله هناك إشادة في ليس فقط جهود RTA طبعا، ولكن جهود جميع الجهات الحكومية في إنجاح هذا المعرض، وإن شاء الله نأمل أن التعاون وروح الفريق الواحد والحماس يكون مستمر لغاية آخر يوم المعرض اللي هو نهاية شهر 3/2022 إن شاء الله. مستقبل التنقل ايضا نرى نحن في التنقل ذاتي القيادة. نحن يمكن سباقين شوي في إمارة دبي في هذا المجال، لان المترو مترو دبي هو وسيلة تنقل ذاتي القيادة بدون سائق، يشكل حوالي حاليا 9-10% من اجمالي رحلات المواصلات والتنقل في إمارة دبي. ولكن مثل ما ذكرنا اعلنا ايضا عن تحالف او اتفاقية فريدة من نوعها صراحة على المستوى العالم بين القطاع الخاص وبين اي جهة حكومية، شراكة مع شركة كروز الأمريكية. إن شاء الله نأمل من خلال هذه الشراكة أن ندشن مركبة تاكسي ذاتي القيادة في إمارة دبي، تدشن بشكل رسمي على نهاية عام 2023. ليش طبعا أنت يمكن بعد يتساءل ليش هذا يعني الإصرار على التنقل ذاتي القيادة؟ أكثر من 90% من الوفيات، بداية يعني أكثر من 1,000,000 شخص سنويا على مستوى العالم يتوفون بسبب الحوادث المرورية للأسف. الحمد لله نحن في إمارة دبي تطورنا بشكل كبير في مستوى السلامة المرورية، ولكن أكثر من 90% من هذه الحوادث سببها العنصر البشري، يعني استخدام الهاتف أثناء القيادة، السهو، النعاس، هذه يعني أشياء أسباب مش فقط في دبي لكن على مستوى العالم، فالسائق هو السبب الرئيسي لهذه الحوادث. فبالتالي التنقل ذاتي القيادة المفترض أن إذا تنفذ بشكل صحيح وبالأسلوب الصحيح يقلل من أعداد الحوادث وأعداد الوفيات، وأيضاً السائق يعتبر أيضاً يعني عنصر من عناصر التكلفة في هذه الخدمات، يشكل ما بين 20-30% من تكلفة تقديم الخدمة. فبالتالي مستقبلاً إذا كان السائق غير موجود في هذه المنظومة، فبالتالي ممكن تكلفة المواصلات تقل أيضاً كذلك وتكون أكثر مشجعاً يعني للناس لاستخدامها. فهناك أسباب كثيرة لهذا التوجه، ولكن الشركات والحكومات الآن تستثمر المليارات من الدولارات من أجل تطوير هذه التقنيات. فدبي يعني كعادتها لازم تكون سباقة في هذا المجال، ونحن ماشيين في توجه أن نكون من أول وأفضل المدن في تبني وسائل التنقل ذاتي القيادة بإذن الله. طبعا من الوسائل المستقبليه ان احنا نشوفها واعده جدا هي التنقل الجوي في المدن. يمكن التنقل الجوي دائما يعني نتكلم عن التنقل الجوي الناس تفكر في طيارات ومطارات ومسافات طويله بين مدن بعيده، ولكن مستقبل التنقل الجوي ايضا بيكون التنقل الحضري داخل المدن باستخدام يعني مركبات جويه تشبه الهليكوبترات الحاليه، ولكن سعتها تكون تقريبا ما بين 2-5-6 ركاب تقريبا، وتكون ايضا وسائل ذاتيه القياده. فايضا مثل ما هناك استثمار كبير في الوسائل التنقل ذاتيه القياده الارضيه، هناك ايضا استثمارات عاليه جدا وكبيره جدا من خلال شركات عالميه من مختلف انحاء العالم خاصه في اوروبا والولايات المتحده في تطوير منظومه التنقل الجوي. واحدة طبعا من أهداف التنقل الجوي هو التغلب على الازدحامات اللي موجودة في المدن، فالفكر أن إذا المركبات هذه كانت في الجو بتقلل على الازدحامات في الشوارع، لأن بتأخذ نسبة من رحلات التنقل في المدن. دبي سباقة
في مجال تبني المركبات الجوية ذاتية القيادة. إلى الآن طبعاً ما في أي مركبة جوية ذاتية القيادة معتمدة من السلطات العالمية سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة لهذا النوع من النشاط، ولكن هناك يعني مبادرات وإجراءات صارمة صراحة ودقيقة من قبل مجموعة من الشركات على مستوى العالم بالتنسيق مع السلطات العالمية لاعتماد مثل هذه المركبات. فنتوقع في السنوات القادمة بيتم اعتماد مجموعة من هذه المركبات الجوية، ونأمل إن شاء الله أن تكون دبي من أول المدن أو أوائل المدن اللي تتبنى هذه الخدمة. طبعا أيضا ذكرنا سابقا موضوع الشراكات، أهمية الشراكة مع السلطات المحلية في هذا المجال. عندنا أيضا نحن علاقات قوية جدا وتنسيق مستمر مع الإخوة في الهيئة العامة للطيران المدني، أيضا هيئة دبي للطيران المدني، لعملية تنظيم الحركة الجوية لمثل هذه المركبات لما إن شاء الله يتم اعتمادها في إمارة دبي. فمثل ما المركبات الأرضية تحتاج إلى تنظيم، أيضا المركبات الجوية أيضا بحاجة إلى تنظيم الحركة. فهناك أيضا يعني مبادرات ومشاريع يعني دقيقة تقوم فيها السلطات المعنية في الطيران المدني لضمان انسيابية الحركة الجوية استعدادا طبعا لمثل هذه الخدمة مستقبلا. ولكن نحن نعتقد أن المركبة الجوية أيضا ذاتية القيادة هي أيضا من ضمن مبادرات المستقبلية اللي بنشوفها موجودة في دبي وفي مدن أخرى أيضا في السنوات القادمة بإذن الله. هذا الحدث عالمي دبي تتعامل معه بكل جدية، وهدفها أن كل الجوائر الحكومية تتكاتف وتتعامل كفريق عمل واحد من أجل ضمان راحة الزوار. نحن مثل ما ذكرنا نعتبر أن الوصول إلى المعرض والخروج من المعرض جزء لا يتجزأ من تجربة الزائر، ويهمنا أن يعني التجربة هذه تكون فريدة من نوعها حقيقة وتكون سلسة جدا وسهلة جدا. هناك فريق من RTA شغال على مدار الساعة مع إخواننا في مكتب إكسبو، مع الإخوة في شرطة دبي وجميع الجهات الحكومية الأخرى لضمان راحة وسهولة التنقل لجميع الزوار. ومثل ما ذكرنا وسائل المواصلات كلها في متاح الجميع، متناول للجميع. أنا شخصيا يمكن أفضل استخدام مترو دبي لأنها هي أنسب وأسرع وسيلة للوصول إلى المعرض، ولكن هناك وسائل أخرى مثل ما ذكرنا كلها متاحة للجميع. ونحن دائما أيضا في تواصل مع مباشر مع الزوار سواء كهيئة طرق مواصلات أو من خلال مكتب إسبو لتلقي ملاحظاتهم، لتلقي يعني اقتراحاتهم، وهدفنا دائما يعني تطوير الخدمة قدر الإمكان. بالتوجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، هناك يعني تركيز استثنائي على إنجاح هذا المعرض. وهذا المعرض يعني لا يعمل خلنا نقول بحد ذاته، ولكن يعمل ضمن منظومة توجهات الحكومة إلى المستقبل. فجاء المعرض هذا في عام 50 ليؤكد على إمكانيات دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مثل هذه المعارض والأحداث العالمية، ولكن أيضا نعتبرها بوابة للمستقبل، بوابة للخمسين سنة القادمة، وتأكد على طموحات الدولة للتطوير المستمر والوصول إلى المركز الأول في جميع المجالات.